صباح الخير لجميع المشاهدين اللي عم تابعونا اليوم بحلقة جديدة من نور جديد عبر فضائية نور الشرق. مشاهدينا، إذا كنتم محبطين وحاسين أنكم مش عايشين بنعمة، شاهدوا معي هذا الفيديو. بس مشان لاكل، عبلي اشتغل مشان لاكل. لما انا بالوقت طيب يوجعني ظهري، اذا العشب ورانا بيعيط علينا المعلم، واحيانا بيضربنا. المركز كتير حلو، بنفرح فيه، بنبسط، بيساعدونا أن لازم نقوي حالنا، بيقوونا. كانوا يقولونا لازم لما بنشتغل ما لشي شي تقيل علينا، بنلعب هنيكي وبقلب البيضة نرتاح. بنخلي كل حدا فيهم يغمض عيونه، يتخيل أكتر مطرح هو بحس حاله بأمان، نوصل لمطرح أنه هيدا المكان الآمن تحول لبيضة. أغلبية الأولاد بحبوا أن يضلوا بقلبها، بنحس بأمان بقلب البيضة. لا، بحب بروح على المركز أكثر من الشغل. جوزيفين حداد، مسؤولة الإعلام والتواصل بالورد فيجن، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك جوزيفين. عارفينا بالأول شو هي الورد فيجن؟ وورد فيجن هي مؤسسة إنسانية مسيحية، هي دولية تشتغل بأكثر من 100 دولة، تعنى بالطفل بشكل رئيسي. بلش شغلها بلبنان سنة 1975 مع اندلاع الحرب الأهلية. بلش شغلها يعني عمل إغاثة بشكل دواء، بشكل مساعدات غذائية. من وقتها لهلا يعني صار لها أكثر من 40 سنة بلبنان، عم بيكون يعني خلص صار شغلها مثل شغل وورد فيجن بكل دول العالم، اللي هو إغاثة بحالات الطوارئ، مناصرة لتأمين حقوق الطفل، وأيضا عندك العمل التنموي. نعم، شفنا الفيديو لأسماء هالبنت السورية، يعني مشهد كتير مؤثر لها، عم تحكي إنه هي يعني لقيت الأمان من وراء الورد فيجن. شفنا التحول اللي صار بحياتها من قبل، كيف كانت تروح على الشغل، كيف كانت تتعب، وذكرت انه المعلم كان يضربهم. نعم. خبرينا شوي عن الأسماء. هلا هي الحالة مش بس حالة أسماء، في عدد كتير كبير من الأطفال السوريين اللاجئين بلبنان عم بيتعرضوا لنوع من العنف. هلا العنف بيجي بأشكال متشعبة إذا بدك، في يكون العنف المعنوي، العنف الجسدي، هو the fact إنه الولد يكون برات المدرسة هو شكل من أشكال العنف. هلأ بحالة أسماء وغيرها، في كتير من الأطفال عم بيضطروا يشتغلوا، وهيدا العمل إنه بأثر بالطفل أكيد، هو مطرحه بالمدرسة. فنحن World Vision كونا تعنى بالطفل، عنا الحماية من أهم القطاعات اللي بنشتغل فيها، the Child Protection تحديداً. فنحن عنا مراكز بتأمن الدعم النفسي والاجتماعي لأولاد مثل أسماء، وأكترية أطفال السوريين الجايين من حرب عم بيكونوا إذا فينا نقول تروماتيزي قبل ما يجوا ويشتغلوا، عم بيكونوا بحاجة لهيدا الدعم النفسي والاجتماعي. من هون بينخرطوا بهيدا البروجرام، إذا في يقول بيكون فيه أخصائيين نفسانيين وأنيماتريس بيشتغلوا على الويلبينج تبع الولد بشقه النفسي إذا بديك. نعم، يعني قديه هالولاد هن عم ينبسطوا وعم بتأثروا عليهم إيجابيا؟ هلا إذا فينا نقول يعني إحنا لمسنا كتير تغير، إن كان بأسماء وإن كان بغيرها. يعني أسماء كل شيء كانت تعرفه هو إنه طوع الساعة 5 الصبح تطلع هو منه أوتوكار بس إنه نعم، وسيلة نقل تروح فيها على الحقل
وتشتغل بالشوك يتخزق اصابعها. اذا بتشوفي بالفيديو عامله هيك لتشوفي ايديها. فمن بعدها اسماء راحت على هيدا السنتر تبع وورلد فيجن وتعلمت الاغاني اللي ما كانت تغني، كانت تشتغل، كانت اذا بتحكي انه يعتبر انه منا عم تشتغل اسماء. شافت اولاد من عمرها، اولاد عم بيتسلوا، مش بس شافتهم وعم بيعملوا اكتيفيتيات تنمي لهم قدراتهم. نعم. جوزيفين، وين عم بتكونوا اكثر انتشارا وين عم يكون في شغل على الارض اكثر؟ باي مناطق؟ هلا وورلد فيجن تقريبا عم بتغطي معظم المناطق اللبنانيه، يعني نحن بنشتغل ببيروت، عنا بالبقاع الغربي والبقاع الاوسط، عنا بعكار، وعنا بمرجعيون وصور وبنت جبال. فبهالطريقه نحن يعني قد ما فينا عم نجرب نوصل لاكبر عدد من الاطفال اللبنانيين والسوريين. نعم. المساعده من وين عم بتكون؟ هلا كوننا نحن مؤسسه دوليه، نحن عنا مكاتب باكثر من 100 دوله مثل ما ذكرت. هول ال 100 دوله، في الدول الكبرى اللي هي فينا نقول الدول المتطوره، هي اللي بتامن نوعا ما التمويل للدول يلي هي عم تعمل الشغل الميداني مثل مكتب لبنان. هلا الممولين هن عالم مثلي ومثلك. يعني عالم بيقولوا نحن بدنا نساعد، بيجوا عبر وورلد فيجن بيتبرعوا بسيستم اسمه سيستم السبونسرشيب عنا او سيستم الرعايه. بيجوا بيقولوا انه انا بدي اعمل رعايه لولد بلبنان وكرس له 30 دولار للشهر، بس هيدي ال 30 دولار اكيد ما بتعمل التغيير اللي نحن بدنا اياه، ولا بتروح للولد، بتجي لوورلد فيجن. نحن بالتعاون مع البلديه، مع المجتمع بهول الضياع اللي نوعا ما بحاجه اكثر من غيرها للمساعده، بنعمل مشروع انمائي. فهيك عم بتكون المساعده. هلا الشق الثاني من التمويل، وخاصه بعد الازمه السوريه اللي هو صار اكبر بعد الازمه السوريه، هو الهبات الحكوميه. يعني عم بيجينا هبات من بعض الحكومات المقتدرة لنعمل عمل الإغاثة والعمل التنموي مع المجتمع اللبناني. نعم. لشو هالأطفال عم بيكونوا أكثر شيء بحاجة؟ بالدرجة الأولى عم بيكونوا بحاجة للحماية، للمتابعة، للدعم النفسي، لأنه الولاد عم بيجوا أولاً عم بيعيشوا بظروف ما لازم الولاد تعيش فيها، ما عم بيعيشوا ببيوت، ما عم بيروحوا على مدارس، ما عم بيتمتعوا بأبسط حقوق الطفل، فعم بيكونوا بحاجة للحماية بالدرجة الأولى. وطبعا نحن أنت لتنمي هيدا الإنسان اللي بتنوعده بمستقبل مزدهر له بدك تأمني له التعليم. في أولاد، في عدد من الأولاد بلبنان ما عم بيوصل لحق التعليم، ومنهم الأطفال السوريين. فمشان هيك في شيء اسمه Early Childhood Education، هيدا أكثر من مؤسسة إنسانية عم بتطبقه. بيجوا الاولاد من عمر الثلاثة لست سنين وبيتلقوا كانه بيتي جاردان جران جاردان هيدا المنهج. نعم. عبر يتعلموا الالوان، يتعلموا الاغاني، يتعلموا الارقام. هو يعني رح يعني دائما في حدا من وورلد فيجن موجود على الارض دائما، يعني هو نحن فاتحين لهم مراكز نحن فاتحين المراكز بشكل دائم. هن اكثر شيء بيقصدون الاولاد ثلاث مرات بالجمعه، وهول المراكز اكثر شيء عم بيكونوا بالبقاع وببيروت وببنت جبال وبعكار. نعم. الاهل هول الاطفال كيف يعني هن متعاونين، عم يقبلوا انه اولادهم يتركوا الشغل ويجوا يتعلموا، او بعدهم فارضين على اولادهم انهم يشتغلوا؟ هلا هي اكثر ما عم بتكون فرض، هي عم بتكون حاجه. نحن اكيد طبعا ضد عمل الاطفال تحت سن ال 18، بس اللي عم بيصير انه نحن عندنا مورنينج شيفت وعندنا افترنون شيفت، يعني جلسات سيشنز قبل الظهر ان كان بالتعليم وان كان بالدعم النفسي والاجتماعي، وعندنا جلسات بعد الظهر. فالولاد اللي بعدها للاسف عم بتكمل شغلها بتظبط، يا بتروح بتشتغل قبل الظهر وبتجي على المراكز بعد الظهر. بس الاهل ايه عم بيكونوا متعاونين، لانه عم بيفهموا الحاجه، لانه وورلد فيجن مش بس صحيح هي تعنى بالطفل بالدرجة الأولى، بس نحن عم نقدر نفوت على الكوميونيتيز، عم نقدر نعمل parental sessions للأهالي، نقعد نحكي معهم نشرح لهم، خصوصا مع الأمهات عم نعمل mother groups، mother acting groups. نعم. فعم نقدر نفوت ونشرح للأمهات إن كان هيدي عم بتصير بالمخيمات، كان عم بيجوا لعنا على centers، بس عم بيكون في إرشاد كمان parallel مع الولد للأهالي. يعني الولد بحاجة انه لنقول هيك لازم يغسل ايديه، مش هيك لازم يغسل ايديه، ما لازم ينضرب، لازم ينحكى معه، عم بيكون في هالمتابعة مع الاهالي. نعم. خلينا نشوف شوية صور لحتى نفهم شغلكم على الارض كيف بيكون. هيدي حفلة اخر السنة.
رقصوا فيها بعض الأطفال اللي اشتغلنا معهم. يعني شو حلو نشوف هالبسمة على وجههم للأولاد. طبعا يمكن هيدا أحلى شيء عم تقدروا تعطوني، هيدا البسمة اللي انحرموا منها. هيدا الصبي خير، إذا في يقول لك عنه، خير كان عمره 5 سنين. نعم. بيشتغل بجمع نايلون وبجمع بلاستيك عن الطرقات وبيبيعهم. حبيبي. وبيجي قبل الظهر على المدرسة، فصار يقلها لأمه أنه فيهم أخواتي يشتغلوا الكبار وأنا بس روح على المدرسة، تقول له ليه؟ قال لأنه بنبسط وبلعب وعم بتعلم. صار بده يقنعها لأمه، يقلها أنه هو شو تعلم ويحكيها بالإنجليزي ويحكيها بالعربي، كلمات ثقيلة يعني. ايه ليك انا شو عم بستفيد؟ 100%. وحتى امه يعني بعد ما قابلناها قالت لنا ابني صار بس يوصل على البيت بغسل ايديه وبغسل وجهه وبخلص اكل وبغسل. وهو لانه بتعرفي الولد بدك تجبريه ليفوت يغسل. صح. صار منه لحاله عم بيروق، عم بيتعلم الاصول، عم يعني عامل نقله نوعيه. خير. حلو. هول الاطفال بس يروحوا على الايرلي تشايلدهود اديوكيشن، هيك بيجوا بيقفوا بالصف شلاتهم على ظهرهم. كمان نفس الشيء، من حقي انه اتعلم. كمان هيدا الصبي محمد قصته مثل قصه خير، بس محمد بيشتغل بحقل البطاطا، فبيلم بطاطا وقاعد يخبرنا انه هو قد ايه بيوجع ظهره بس يشتغل، مشان هيك بحب المدرسه، بالمدرسه المعلمات بيحبوه وبيعلموه وما بيوجع ظهره. وقال لي جمله كثير اثرت فيي، انه انا هون باكل، انه هو انه الاكل مش شيء بيحصل عليه على طول. يعني اقل ابسط الحاجات. هيدي النشاط صار مع الشباب اللبنانيين، انترفيث، صار بكنيسه بين شباب مسلمين وشباب مسيحيين، وصار في قراءه للانجيل وقراءه للقران، وتشاركوا افكار وشرحوا لبعض عن دياناتهم. حلو. هيدي جلسة توعية مع الأمهات، بس أمهات لبنانيات بقضاء مرجعيون. نعم. حوالى العنف الجسدي والمعنوي للأطفال. نعم جوزيفين، يعني صور بعبروا أكثر من الكلام. يمكن جهودكم مبينة، يعني مبينة النتيجة، ومن ثمارهم تعرفونهم. يعني شيء كثير حلو فعلا. وورد فيجن عم تعمل ميشن كثير مهمة. خبريني هلا على الارض مين بيكون فيه عم يشتغل؟ متطوعين؟ هن موظفين؟ مين عم يشتغل؟ او اهل الضياع؟ ليك شو، نحن عندنا الاكثريه هن موظفين. نعم. بس نحن على طول كل شغلنا بنعمله بالتعاون مع الكوميونتي. يعني نحن بيكون عندنا، لنقول هلا على صعيد السوريين، نحن بنحاول قد ما فينا نشرك عالم من قلب المخيمات يساعدونا، نحسسهم انه ما هن عم بيكون ما عم بيقدروا يشتغلوا، وهن عالم ثلاث ارباع منا وظيفه اكثر من ما هن بحسوا حالهم عنصر فعال. هلا في منهم قدروا مثلا يصيروا لنقول انيماتريس بمراكز للسوريين، في منهم عم بيتطوعوا ويساعدونا لانه شايفين حاجه مجتمعهم السوري قد ايه بحاجه. هلا بالشق اللبناني نحن كثير عم بيكون تعاوننا مع بلديات، مع الدوله. مثلا اخر بروجي عملناه كان بمنطقه البقاع، كان مع بالتعاون مع مؤسسة مياه البقاع. يعني على طول عندنا بارتنرز، اوقات مش نحن بنطبق، اوقات نحن بكون مع جمعية تانية عم بتطبق، هي بكون عندها متطوعين. نعم. وشباب المنطقة عم يشتغلوا خاصة بمناطق البقاع. نعم. حكار، يعني هول مناطق يمكن ما فيهم كثير اشغال. 100%. يعني نحن النهار اللي فتحنا مكاتب بالمناطق اللبنانية المختلفة. نعم. يعني أكيد ما فيه ابن بيروت يطلع مثلا يكون عم يشتغل بمرج عيون. طبعا. أو ابن جونيا يطلع يشتغل بالبقاع. بهالطريقة نحن قدرنا نوصل لأكبر عدد من سكان لبنان بمكاتبنا. وأكيد نحن بحاجة لشخص يكون بيعرف المنطقة، يكون بيعرف الفيلد، يكون بيعرف العالم. نعم. لأنه أوقات الإنسان مش كل العالم دغري بتتقبل إنك تساعديها أو بتتقبل إنه تعطيها لنقول توعية على هيدا الموضوع، بدك حدا يكون صلة وصل. نعم. من هون نحن بنشرك قد ما فينا أبناء المنطقة بهيدا الموضوع. نعم. والستاف تبع وورد فيجن من وين بياخذ التريننج تبعه؟ هلا نحن بلبنان عندنا حوالي أكثر من 200 ستاف على طول ببروسس تريننج لكل شيء، كل شيء جديد بيكون عم بينعمل لهم تريننج عليه. يعني ولا مره بحياتنا لنقول هول المراكز حطينا ستاف منه تريند، غير انه اخذ شهادات خاصه
بالدومين اللي نحن فيه لنقول سوسيولوجي او اللي هي بياخذوا تريننج خاص من وورلد فيجن. وورلد فيجن بتجيب اكثر شيء فيها اخصائيين، اوقات من وورلد فيجن برا بتقدم هذا الدعم، يعني نقول وورلد فيجن امريكا، وورلد فيجن فرنسا، بيجي بروفيشنالز وبيعملوا التريننج، اوقات ان هاوس او بلبنان بيكون في اخصائيين. نعم. نحن ما بنقبل يكون الستاف منه تريند، وخاصه انه انت عم تتعاملي مع اطفال. نعم. هلا طبعا في اوقات بنسمع اراء سلبيه من بعض الناس انه ليه المساعده عم بتروح للسوريين. وجهي رساله للناس، قد ايه انتم الامباكت تبعكم، يعني هاي المساعده عم بتاثر على المجتمع اللبناني وعم بتفيد المجتمع اللبناني. خبر الناس بكلمتين قد ايه هيدي المساعده هي اصلا يعني واصله للبناني. مزبوط. هلا اول شيء بس بدي اشير لانه نحن ان باراليل ضلوا ماشي شغلنا مع المجتمع اللبناني، يعني نحن مثلا بضيعتين قبل حوت على بيا. نعم. هلا مش من زمان غيرنا شبكه المي كلها، يعني الامور التنمويه وامور المناصره بعدها ماشيه بنفس الزخم. هلا اكيد في تقل عم بيكون كرمال الأزمة السورية، بس أنا اللي بدي أقوله إنه نحن مؤسسة مسيحية إنسانية مسيحية. نعم. يعني والمسيح قال دعوا الأطفال يأتون إلي، يعني نحن مطرح ما منشوف فيه طفل محتاج بغض النظر عن ديانته بغض النظر عن انتمائه نحن مجبورين نساعد. ونحن بمرحلة ما بتقولي كتر خير الله الأولاد اللبنانية ما عم بيمرقوا هلا بيلي عم بيمرقوا فيه الاولاد السوريين. نحن من هون عم تجي مساعدتنا. يعني انا بس بدي اقول لك انه نحن من فتره عملنا نشاط صغير كثير بس لاقدر اوصل للمشاهدين قد ايه مهمه نحن نكون عم نعمل هالمتابعه مع الاطفال. هيدا النشاط كان بالذكرى السادسه للازمه السوريه، قلنا لهم كان اعمارهم 7-8، قلنا لهم ورسموا لنا اخر ذكرى لكم بسوريا. إذا بقول لك الرسومات اللي اجتنا قد ايه اثرت فينا نحن كستاف يلي نحن بنتعامل مع هالاطفال كل يوم قد ايه اثرت فينا. يعني عندك الولد اللي رسم، نحن توقعنا نحن يعني رايحين بايجابيه على هيدا النشاط. اجينا رسومات مثلا من ولد طياره عم تقصف له بيته. اجينا رسمه من بنت لابسه شخصين، واحد لابس روز وعم بيضحك وشخص نايم على الارض وكله دم للاسف. قلنا لها شو هالرسمه، لانه انصدمنا انه ليه اخر ذكرى من سوريا. قالت لنا هيدا المسلح يلي قتل البابا. قتل البابا وهي والبسمه على وجهه. يعني تخيلي هالولاد شو يلي رسمت عيلتها مجتمعه ورجعت رسمت لنا كل واحد محل. يلي رسمت مدرسه لانه هي مشتاقه لمدرستها بسوريا، بلبنان ما صار لها تروح على المدرسه. فنحن من هون انت بس تشوفي هالرسومات الاولاد بشو بيعبروا. الولد مش بالهين يقدر يعبر بالكلمات، صح، فعم بيعبروا برسمتهم. بتعرفي هالولد شو حامل اعباء فعلا وشو عم بيسمع من اهله وشو شايف قدامه ولشو متعرض. هو العاده عن الاشياء اللي نحن ما فينا نحكي فيها الاولاد متعرضين لها، يلي اهله ستريسي عم ينقلوا له هيدا الستريس، يلي يعني اي باي ما بصير يعيط بس يكون معصب، ما كمان الا الحرب وطئه على الاهل وبالتالي على الولد. صحيح. فمن هون نحن كمسيحيين بالدرجة الأولى وكإنسانيين مجبورين نساعد كل طفل محتاج. صح. وخصوصي أنه نأمن لهم الخطوات الأولى ليروحوا على مدارس، لأنه هيدا الولد إذا راح على المدرسة هيدا يوما ما رح يرجع سوريا ويعمرها، وإذا ما راح على المدرسة هيدا الصبي رح مستقبله. وبالتالي هون بتكون إذا بدك للمجتمع اللبناني بدها ترجع على المجتمع اللبناني، فهو اولا نحن بنفكر بالولد وبمستقبل الولد بالويلبينج تبع الولد. من هون بتجي المساعده، من هون ضروره مساعده الاطفال السوريين. فعلا يعني هي ضروره وشيء اساسي وموضوع كثير بديهي، المفروض ما حدا يتساءل بهذا الموضوع. مزبوط. يعني كثير بديهي انه طفل بحاجه لرعايه بحاجه لحمايه، وهالحرب اللي مش عم تخلص يلي كمان كنت عم تقولي لي انه في ولد قال لك انه الحاره تبعي كلها مدمره. يعني اوقات بنروح لعندهم خصوصا الشباب اللي بعد عندهم تواصل مع عالم بمناطقهم عبر الواتساب او فيسبوك. يعني كنت مره عم بقابل عائله وقاعدين نحن وياهم، بقوم بقول لي من حرقه قلبه بقول لي بدي فرجيك حارتي كيف كانت وكيف صارت. فرجينا بيوتهم، يعني العالم هلا بفكروا انه السوريين كلهم كانوا عايشين بخيام. مش مزبوط، يعني العالم كانوا عايشين ببنايات مثلي ومثلك. فرجاني بنايته
وفرجاني مش بس بيناته، فرجاني الحي، الحي كله مدمر مش باقي منه شيء. فهيدا كمان يعني شو ذنبهم هالناس كمان؟ 100%. وبقول لك انه انا هون على القليله قاعد بمطرح بعرف انه انا رح ابقى فيه، ما رح موت، ما رح صح. ومش هالقد مبسوطين يعني، بس انه هن بدهم مجبورين مزبوط نوعا ما يعني، يعني يا بدهم يروحوا على الموت يا بدهم يعيشوا بهالمخيمات وبهالعيشه البسيطه يعني، بس لحتى تو سرفايف يعني، تو سرفايف لا اكثر ولا اقل. قد ايه من هالاطفال في اولاد عندهم بوتنشل يعني ممكن انهم يكبروا ويطلع منهم شيء؟ لخبرك عن صبي انا كان لي الشرف اني تعرفت عليه، اسمه احمد. احمد عمره 13 سنه، كان عم بيتلقى الدعم النفسي والاجتماعي بوورلد فيجن، ولاحظوا عليه في اكتيفيتي هي الرسم. لاحظوا عليه لاحمد انه هي تيكس ات فيري سيريسلي، يعني كثير بيرسم بجديه وبياخذ بعين الاعتبار ملاحظات انه ظبط الشجره وظبط هيك. احمد اول شيء كان يعملها دفش، انه امي حطتني بالمركز خليني اعملهم، وشايف امه زعلانه فكان بس يرسم كرمال ياخذ لها ويقول لها ليك انت حطيتيني بالمركز وانا مبسوط. بعدين اكتشف شغفه للرسم. هلا هو خلص البروجرام تبعنا وراح على المدرسه، بعده احمد قد ما رسماته حلوين معلقين بالسنتر. واو. وبيجي شو بيعمل؟ بيساعد الاولاد الاصغر منه، بيرسم لهم ويقول لهم يلونوا، وبيجي مثل بيتطوع بالسنتر ليعلم الاولاد السوريين الاصغر تكنيك الرسم. شو حلو. يعني احمد ممكن يكون ارشيتكت يوم من الايام. 100%. هلا انا في شيء اسمه فولو اب ستوري بنعملها، يعني انا عملت معه اول ما فات بالمركز ولاحظوا انه بيرسم، ومن بعد ما خلص وراح على المدرسه اول سؤال قال لي، قال لي انت بنظرك انا بقدر تكمل بالمدرسه؟ بقدر ضلني بالمدرسه؟ قلت له انه احمد هيدا الشيء ما بيرجع لي انت وشطارتك. فات على الاوضه وجاب لي علاماته انه هو الصبي فعلا عم بيطلع الاول. شو حلو. يعني قابض كل شيء جد وبس ناطر هالدعمه يلي منه عارف من وين معقول تجي، يمكن تلاقيها بمطرح من المطارح بورلد فيجن. بس نحن وورلد فيجن نشتغل مع الاطفال. هلا صحيح هو بعد ما صار عمره 18 وبطل طفل، بس انه بحاجه لهالدعم من هلا ليستمر، خصوصا انه عنده هالقد بوتنشل كبير. نعم. يعني هيدي الجهود مثل ما ذكرت هي رساله مسيحيه، والمسيح دعينا لانه نخدم الاخر، لانه كنت عطشانا فسقيتموني، كنت جائعا فاطعمتموني. 100%. يعني هيدي رساله المسيح وانتم عم تعملوا رساله مسيحيه 100%. جوزيفين يعني مشكورين كثير على جهودكم فعلا. يا ريت كل انسان يعمل شغله صغيره هيك بالمجتمع، حده لجاره لحدا بالشارع عندهم، ونحسس هالعيال السوريه المهجره بمحبه مش بنفور، مش بنظره رفض ونظره انه اخذ محلي. بالنهايه ما حدا بياخذ محل حدا، ومثل ما اللبناني اوقات بيكون برات بلده وعم يشتغل بغير بلد وبيضطر يهاجر، يعني كل انسان ممكن يكون بهيدا الموقع يوم من الايام. صح. نفهم غيرنا. ونحن يعني بس بدي اقول لك شيء، انه ما في عائله بتقعدي معها بتقول لك ان شاء الله تهدى الامور ونحن نرجع لسوريا، لانه هن هالتنشن اذا بدك عم بحسوا فيها. هلا نحن من هون كمؤسسه انسانيه نحن بنضلنا ندعي انه يجينا التمويل لنكمل مشاريعنا مع المجتمع اللبناني. نعم. لانه ديجا المجتمع اللبناني مجتمع فقير وبحاجه. فهلا يعني كتر خير الله بعدنا عم نقدر نعمل وبعدنا قادرين نحسن بالامور التنمويه وبالامور المناصره، بس على طول على طول على طول بندعي للعالم تساعد المجتمع اللبناني كمان. نعم اكيد 100%. جوزيفين في شيء بعد بتحبي تقولي قبل ما نختم الحلقه؟ بس اذا يعني العالم بتحب المساعده. نعم. نحن كوننا مؤسسه دوليه وبنشتغل بلبنان، فيهم بس يساعدونا عبر ويب سايت www.wvi.org. ومثل ما قلت بالاول انه حيلا شخص والعالم اللي عم بتساعدنا برا هن عالم مثلي مثلك. نعم. يعني هال 20 دولار وهال 30 دولار وهال دولار عم بيفرق، لانه عم بيجوا عم بيتجمعوا وعم بينحطوا بسبيل الطفل
وبسبيل المجتمعات المحتاجة، إن كان اللبنانية وإن كان السورية وإن كان العراقية وإن كان الفلسطينية. بالفعل جوزيفين حداد، أنا بشكرك كتير على هذا اللقاء. مشاهدينا، فاصل ونرجع.